بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في قناة إنجليزي ابتدائي مع سناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من ملحق كتاب جيم، ملحق الأضواء على صفحة 38. فيها إيه؟ فيها ديسمبر مونثلي تيست 2، اختبار ديسمبر الشهري الثاني. أخدنا قبل عن كده ديسمبر الشهري الأول نزلناه بالفعل، وأخدنا 2 لأكتوبر و2 لنوفمبر، يبقى ده الامتحان رقم 6 من ملحق إيه جيم الأضواء. أول حاجة عندنا listening، سؤال listening الاستماع، طبعا زي ما احنا متعودين عندنا 4 نقاط، النقطتين الأولين فيهم جمل والتانيين فيهم أسئلة، هتختار في الأول جملة وبعد كده هنا هتختار أسئلة. اسمع معايا علشان تختار. بيقول إيه؟ How often، هنا في number one بيقول How often do you give a speech؟ How often do you give a speech؟ Once a month، once a month، فينها؟ أهي once a month. يبقى هكتب، هنجيب قلم كده علشان نختار. فين القلم؟ ادي القلم علشان نختار once a month. Number two، Do you think it's going to rain؟ Maybe، فين maybe؟ ادي maybe. Number three، هنا بتقول ايه؟ How is your family؟ How is your family؟ فينها؟ ادي هنا في الحرف ايه؟ How is your family؟ Number four، How often do you feed birds؟ How often do you feed birds؟ ادي how often do you feed birds؟ نشوف number 2 بتقول ايه؟ listen and complete، استمع واكمل. A و B، A بيسأل بيقول ايه؟ Why are you looking sad Nora؟ Why are you looking sad Nora؟ بيكلم نورا، فهترد وتقول ايه؟ Because my sister is very sick. هنكتب هنا sister، أخت. بيقول because my sister is very sick، لأن أختي مريضة جدا. هو السؤال بيقول why are you looking sad نورا، وهنا بيرد عليه. طيب هنا بيسأل سؤال تاني، بيقول did she see a doctor؟ يبقى هنكتب هنا see. طيب بعد كده yes she went to the hospital yesterday، يبقى انت هتكتب هنا yesterday يعني امس. ادي yesterday. And what did the flow، نشوف هنا في B بتقول ايه؟ reading القراءة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one، كمال أهل كمال، خلصت الجملة. عايزين هنا نبدأ جملة جديدة ونقول كذا a seat، هنقول ايه؟ has ولا have ولا had ولا having؟ هنقول have. طيب ليه have؟ نحط دايرة كده، نحط عليها خط كده نختارها، بعد كده نقول have وهنكتبها هنا، ممكن نكتبها طبعا في الفراغ هنا. طيب ليه اخترنا have؟ علشان ده في بداية الجملة، والجملة دي أمرية، جملة أمرية يعني تبدأ بمصدر الفعل. مصدر الفعل هو ايه؟ have، مش has ولا had ولا having. اوكي طيب نشوف هنا number 2، is it going to، is it going to، ايه هنا؟ raining ولا rained ولا rains ولا rain؟ is it going to rain؟ هل هي سوف تمطر؟ هل الجو سوف يمطر؟ يبقى عايزين هنا مصدر الفعل، مش هينفع في ing الاستمرارية، ولا ال ed تعبر عن الماضي، والاس هنا تعبر عن زمن المضارع البسيط. لا، احنا عايزين السؤال يبقى فيه فعل في ايه؟ في المصدر. وكده كده السؤال ده كده في صيغة المستقبل البسيط باستخدام going to، يجي بعدها must. Number three هنا I'm sorry to hear، أنا آسف لأسمع. إيه this ولا that ولا this ولا those؟ طبعا that. I'm sorry to hear that، أنا آسف لسماع ذلك. نشوف صفحة 39، فيها how often do they a haircut؟ A haircut، نقول get ولا gets ولا getting ولا got؟
طبعا جد، احنا قلنا السؤال بيجي فيه ايه؟ مصدر الفعل. نمبر 5 هنا بيقول ايه؟ she is ايه better now. he is ده مصطلح احنا عارفينه، معناه هي تتحسن الان. بنقول making ولا doing ولا having ولا going؟ طبعا doing على بعضها كده، المصطلح ده معناها هي تتحسن الان. doing better، doing better. Number 6 I go to the museum a month. عايزين نعبر عن عدد المرات، هنقول 1 ولا once ولا 2 ولا 3؟ طبعا once. once هي اللي بنستخدمها علشان نعبر عن العدد مرة واحدة، عن عدد المرات. امال ايه 1 دي؟ 1 ده رقم، رقم واحد، واحد. 2 ده رقم 2، 3 ده رقم 3، يبقى دول 3 ارقام، لكن احنا عايزين نقول مرة واحدة اللي هي ايه؟ once. طيب هنا I am sick، انا مريض. I take a 3 times a day، باخد ايه؟ المريض ياخد ايه؟ ياخد a nap قيلولة، a bus اتوبيس، ولا medicine دواء، ولا speech؟ لا طبعا medicine دواء. Number 8 they are going to a math test tomorrow، هم سوف يأخذوا ايه؟ ماس تيست اللي هو اختبار رياضيات غدا. هنقول make ولا take ولا bake ولا give؟ لا طبعا هن take a test، take a math test tomorrow. طب نشوف هنا number 5 number 4 بيقول ايه؟ circle the odd word، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة and replace it with a correct one، واستبدلها بواحدة صحيحة. tomorrow number 1 tomorrow غدا، January اللي هي شهر يناير، May شهر مايو، June شهر يونيو. هدينا عمال أقول شهر شهر شهر، يبقى دول 3 شهور. خلاص tomorrow هي المختلفة علشان ده اسم noun معناه غدا، لكن دول شهور السنة. اكتب أي شهر من السنة تعرف تكتب أي حاجة. ده امتحان ايه يا ولاد؟ ديسمبر. هكتب أنا ديسمبر، وطبعا لاحظ أن أسماء الشهور تبدأ بحرف كابيتال. أوكي هادي ديسمبر، ده شهر من أشهر السنة. طيب بعد كده number 2 cloudy يعني ملبد بالغيوم، rainy ممطر، windy يعني عاصف في رياح شديدة. August ده شهر، شهر أغسطس، يبقى إيه المختلف؟ طبعا August، August هي شهر من شهور السنة، لكن دول بيوصفوا حالة الجو. فاضل ايه طيب ممكن نوصف بيه حالة الجو؟ مين يعرف؟ ها دور كده. انا خلاص عرفتها، sunny. sunny يعني مشمس، اهي sunny مشمس. يبقى احنا كده بنوصف حالة الجو cloudy rainy windy sunny. number 3 always دائما never ابدا او مطلقا، river نهر، sometimes احيانا. مين المختلف؟ طبعا river، river دي noun يعني اسم، لكن دول ظروف تكرار. تعرف اي ظرف تاني تكرار سهل عليك تكتبه؟ على طول هتكتبه هنا، ممكن تكتب often. ادي often يعني غالبا، اكتب اي حاجة تانية تعرف تكتب. اوكي طيب هنا number 4 when، when دي اداة استفهام معناها ايه؟ متى، how كيف، what ما او ماذا، where the verb to be في الماضي، وكمان للضمائر الفاعل الجمع. طيب يا ترى ممكن نعمل ايه؟ مين المختلف؟ طبعا where، لانه ده verb to be، ده تصريف verb to be في الماضي، لكن دول كلمات استفهام. هنستبدل ده بكلمة استفهام. بص كده انا هستبدلها ازاي، ركز معايا. ادي هكتب كده، شفتوا بقت ايه؟ اهي ضفنا اتش هنا، بقت where. where يعني أين، أهي دي كلمة استفهام. where يعني أين، ممكن أنت تكتب أي حاجة تاني، ممكن تكتب who من، ممكن تكتب why لماذا، ممكن تكتب which أي، دي برضو أدوات استفهام تاني. وإحنا قلنا السؤال ده بيعتمد على مش بس اختيار الكلمة المختلفة، إنك أنت تكتب الكلمة الجديدة صح. number 5 take يأخذ، ده فعل يأخذ. glass glass معناه كوب. طيب give يعطي، meet يقابل. مين المختلف؟ glass ده noun، لكن دول verbs،
يعني أفعى، يبقى نضع دايرة على جلاس، وأي فعل سهل عليك تعرف تكتبه اكتبه. شايفين الفعل ده اسمه ايه؟ جو. بس كده سهل جدا. طيب نشوف هنا number 5 بتقول ايه. read the passage and answer the questions. اقرأ الفقرة واجب عن الأسئلة. Mona is 12 years old. منى عمرها كام؟ 12 يعني 12، 12 عام. She lives in Tanta. عايشة في طنطا. with her family، مع أسرتها أو عائلتها. She has only a little brother. هي لديها فقط واحد أخ صغير. صغير. He is called أحمد. اسمه أحمد. أحمد loves her very much. أحمد يحبها كثيرا، يحب أخته كثيرا. He follows her all the time. هو يتبعها طوال الوقت. He takes her pens and books without asking. يعني هو بيأخذ أقلامها الجاف، وكمان إيه؟ بيأخذ كتبها without asking her، يعني بدون سؤالها، بدون أن يطلب منه أو يستأذن منه. But she is happy. لكنها سعيدة. ليه؟ Because he is a good and nice boy. لأنه ولد جيد ولطيف. On Fridays، في أيام الجمعة، she takes him to the park. تأخذه للحديقة أو المنتزه. To play together، ليلعبوا معه. طيب هنا choose the correct answer from A, B, C or D. اختار. منى is مالها؟ عايزين رقم هنا. عمرها years old. عندها كم سنة؟ عندها 12. ادي 12، يبقى هنجيب كده قلم علشان نضع خط عند 12. احمد is a boy. bad boy ولا wrong ولا nice ولا naughty؟ لا، هو nice boy، ولد لطيف. طب ايه معنى الكلمات دي؟ bad يعني سيء، wrong يعني خطأ. خطأ، اجابة خاطئة، نقول that's wrong. طيب naughty يعني مزعج، naughty مشاغب مزعج. طيب هنا نشوف صفحة 40. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. السؤالين دول عن نفس الفقرة اللي احنا قريناها. Where does Mona live؟ أين تعيش منى؟ فاكرين تعيش فين؟ طنطا. يبقى هنكتب in طنطا. هادي in طنطا، يعني نكتب كده in a طنطا، في طنطا. ادي طنط. اوكي. طيب بعد كده how many brothers does Mona have؟ كم عدد الاخوات عند منى؟ الاخوات عندها كام؟ only one little brother. ادي هنكتب كده، نجيب القلم ونعلم على الاجابه. only a little brother يعني اخ واحد صغير. وادي طنطا اللي احنا جبنا ايه اسم المدينه اللي هي عايشه فيها، طنطا. خلصنا كده الفقرة، هنجاوب. خلاص احنا هنا قلنا how many brothers does Mona have؟ قلنا only a little brother يعني أخ واحد صغير. writing فقرة الكتابة. write a paragraph of 7 sentences. اكتب paragraph فقرة من 7 جمل على ايه؟ my family. الموضوع ده احنا كنا بناخده من زمان جدا، يعني نعرف كلنا ان شاء الله نكتب فيه. اول حاجة هسيب فراغ مسافة كلمة ونقول I live in a big house. أنا أعيش في منزل كبير. With my family، مع أسرتي. طبعا كل واحد هيكتب بأسلوبه، مش لازم أنت تكتب نفس الجمل اللي أنا كاتباها دي. المهم أنك أنت تنظم خطك وتكتب علامات الترقيم صحيحة، الزمن أنت هتستخدمه تحاول بقدر الإمكان هو يكون صح. تضع في الصب my father. my father أبي is a doctor. ماله؟ طبيب. my mother is a teacher. والدتي مدرسة أو معلمة. I have two brothers. أنا لدي 2 إخوات صبيان. and 2 sisters واتنين إخوات بنات. I play with them. أنا ألعب معهم. in the garden في الحديقة، حديقة البيت. We visit our grandparents. نحن نزور أجدادنا أو جدينا. every Friday كل يوم جمعة. We are a happy family. نحن أسرة سعيدة. خلصنا خلاص كده، نضع فلسطين. نشوف هنا number 7 بيقول ايه. rearrange، اعد ترتيب the following words، الكلمات التالية. to make correct sentences، تصنع جمل صحيحة. visits يزور او تزور. for رقم 4، هنا ده اسم بنت. a year في العام. the ال
تايمز أوقات أو مرات، ميوزيوم اللي هو المتحف. عايز يقول إيه؟ يبدأ بالفاعل اللي هو مين؟ هنا. طب بعد الفعل يجي إيه؟ يجي الفعل. فين الفعل بدول؟ أهو visits، يبقى نقول هنا visits، هنا تزور. طب تزور إيه؟ تزور the museum، تزور المتحف. كم مرة؟ four times a year، 4 مرات في العام. يبقى هنجيب القلم ونكتب. هنقول ايه؟ اول حاجة هنا، ادي هنا مالها؟ هنا visits، هنكتب visits ايه؟ visits the museum، the museum، هنا visits the museum. لحظة هنعمل كده فاصل هنا، ايه؟ هنا visits the museum، هنا تزور المتحف. كم مرة؟ قلنا four times a year، يعني 4 مرات في العام. ونضع خلاص بالستوب، نكبر كده اهي كلنا عشان نشوف. هنا visits the museum four times a year، 4 مرات في العام. طيب نشوف هنا number two، you and how often، كم مرة؟ get تحصل على هيركت، قصة شعر دو، ده سؤال يبدأ بإيه؟ كلمة الاستفهام، بعدها على طول جاب ظرف التكرار اللي هو often، نقول how often. طيب بعدها يجي إيه؟ how often فعل مساعد اللي هو دو، بعد كده الفاعل اللي هو يو، وبعد كده الفعل الأصلي اللي هو get وإن كم. يبقى كلمة الاستفهام، ظرف التكرار، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي، وإن كم. طب يعني إيه؟ How often do you get a haircut؟ يلا نكتب، هنكتب كده، هنقول how، هادي how often، how often do you get a haircut؟ هادي a haircut يعني قصة شعر، ونضع علامة الاستفهام. How often do you get a haircut؟ كم مرة تحصل على قصة شعر؟ Punctuate the following sentences، ضع علامات الترقيم للجمل التالية. أول حاجة How is your family أحمد؟ طبعا في بداية الكلام حرف الإتش ده هيبقى كابيتال. How is your family؟ في هنا كوما. ليه هنا في كوما؟ علشان ده اسم مخاطب أحمد، واسم المخاطب لما يجي في آخر الجملة نضع قبله كوما، لكن لما يجي في بداية الجملة نضع بعده كوما. هو جاي فين كده؟ في الآخر، يبقى هنضع الكوما قبل. طيب أحمد ده اسم شخص، فلازم يبدأ بحرف كابيتال. ده سؤال، هنضع علامة استفهام. طيب number two، منى's family live in Giza near the zoo. أول حاجة حرف الإم ده يبقى كابيتال. طيب منى's family، هنا في apostrophe s، apostrophe s دي للاختصار، دي الاسم الملكية، sorry الأبوستروفي دي اس الملكية، بتقول ما بعدها ملك لما قبلها، يعني فاميلي دي أسرة مين؟ من. يبقى نضع الفاصلة العليا، بعد كده نقول فاميلي ليف إن جيزا، جيزا دي اسم مدينة، يبقى لازم تبدأ بحرف كابيتال. نير ذا زو، خلصنا خلاص، دي جملة عادية نضع في الستوب. أوكي، طبعا انت هتكتب جمل البانكشويشن دي هتكتبها هنا، بس انا بحبيت اوضح لك ايه الحرف اللي هيتغير، ايه الترقيم اللي هيتغير، بس كده. كده وصلنا لصفحة كام؟ 40. تابعونا عشان نحل باقي ان شاء الله امتحانات الملحق، هنحل امتحانات ورك بوك، هنحل امتحانات فاينل ان شاء الله، كلها خلال ان شاء الله الشهر ده قبل ما تبدأ طبعا امتحانات نصف العام. بالتوفيق ان شاء الله. تابعونا على قناة انجليزي ابتدائي مع مس هناء السمان، والسلام عليكم.